وسورة فصلت سورة مكية. قال ربنا عز وجل في أولها: حاميم تنزيل من الرحمن الرحيم، كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعقلون، بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون. سنبدأ في تفسير فاتحة السورة. أما قوله سبحانه حاميم فهذا قطع من الحروف المتقطعة التي بدأ بهن كثير من سور القرآن، واختلفت كلمة العلماء في بيانها وشرحها وتفسيرها، ورجحنا مرارا في دروس سابقة عبر هذا البرنامج المبارك وعبر هذه القناة المباركة قناة دبي، رجحنا ما اختاره العلامة المراغي شيخ الأزهر رحمه الله من أن المراد بها أشبه ما تكون بفواتح الكلم كما كانت العرب تستفتح كلامها. ثم قال جل وعلا: تنزيل من الرحمن الرحيم، أي أن هذا القرآن تنزيل من الرحمن الرحيم. وأهل السنة يقولون وهو الحق: القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود. قال الله عز وجل في سورة أخرى: وإنه لتنزيل رب العالمين. وقال جل وعلا: إنا أنزلناه في ليلة القدر. وقال: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. وهنا يقول سبحانه: تنزيل من الرحمن الرحيم. الرحمن والرحيم اسمان عظيمان من أسماء الله الحسنى، تكررا كثيرا في آيات القرآن. قال الله عز وجل: الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. وقال الله عز وجل: هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة الرحمن الرحيم. وهنا قال جل ذكره: تنزيل من الرحمن الرحيم. فأما اسم رحيم فقد يطلق على غير الله، يوصف غير الله بأنه رحيم، والله عز وجل وصف بهذا الاسم نبيه صلى الله عليه وسلم. قال الله جل وعلا عن نبيه في خاتمة سورة التوبة: بالمؤمنين رؤوف رحيم. فالإنسان يوصف بأنه رحيم فلا حرج في ذلك، ومعلوم أن رحمة الخلق بعضهم ببعض ليست بشيء أمام رحمة الله عز وجل بخلقه. ثم نأتي لاسم الرحمن، فهذا لا يمكن أن يسمى إلا به الله جل جلاله، فالله عز وجل لا يقال لغيره الرحمن، وإنما هذا اسم مختص بالله تبارك وتعالى، وقد جاء ذكره في القرآن كثيرا، وهو أكثر أسماء الله الحسنى ذكرا في القرآن بعد اسم الجلالة قطعا. قال الله عز وجل في آيات كثيرة يذكر فيها اسمه هذا، قال جل وعلا: الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان. وقال جل وعلا: وهم يكفرون بالرحمن قل هو ربي. وقال جل وعلا: وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا: وما الرحمن أنسجد لما تأمرنا، وزادهم نفورا. وقال جل وعلا على حكاية عن عبده الخليل إبراهيم: إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. فقال جل وعلا هنا: تنزيل من الرحمن الرحيم، كتاب فصلت آياته. قال بعض العلماء في معنى فصلت آياته، قال قتادة رحمه الله: فصلت ببيان حلاله من حرامه. وقتادة بن دعامة السدوسي أحد أئمة التفسير من سلف الأمة، قال المعنى: فصلت آياته، أي ببيان حلاله من حرامه. وقال الحسن البصري: المعنى فصلت آياته بالوعد والوعيد، وقال غيرهما بالثواب والعقاب. وهذه المعاني كلها متقاربة وتسلك في نهاية المطاف معنى واحدا: كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا. لا ريب أن مفردة عربيا وصف لقرآن، لكن ما الذي جعلها تنصب قرآنا عربيا؟ فالصفة تتبع الموصوف، لكن ما الذي نصب مفردة قرآنا؟ للعلماء من أهل الصناعة النحوية ثلاثة أقوال. بعضهم يقول أنها نصبت بفعل مضمر، والمقصود أو المعنى والتقدير: واذكر قرآنا عربيا. وآخرون يقولون إنه منصوب بفعل الإعادة، إنه منصوب بفعل الإعادة، يصبح المعنى: كتاب فصلت آياته وفصلناه قرآنا عربيا. فدل الأول على الثاني، دل الأول على ما جاء بعده. وآخرون يقولون إنها نصبت على الحالية، نصبت على الحالية، ولعل القول الثاني أقربها إلى الصواب.
كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون، المقصود كفار قريش يعلمون أن هذا القرآن كلام عربي وهم يعجزون أن يأتوا بمثله، فلو كان من عند محمد بن عبد الله كما يزعمون عليه الصلاة والسلام لاستطاعوا أن يأتوهم، لأن محمدا بشر مثلهم، لكن كونهم عاجزين على أن يأتوا بمثله دليل على أنه ليس من عند محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه، وأنه من عند الله. قال الله عز وجل كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون. ثم قال جل وعلا بشيرا ونذيرا، قال العلماء بشيرا لأوليائه ونذيرا لأعدائه. بشيرا لأوليائه جل وعلا يبشرهم برحمة الله وفضله وثواب العمل، وأن المآل الجنة ورضوان من الله، وأن المآل الجنة ورضوان من الله. ونذيرا لأعدائه في أن عاقبتهم الضنك في الدنيا وعذاب القبر ثم عذاب جهنم، عافانا الله وإياكم من ذلك كله. بشيرا ونذيرا، قال الله جل وعلا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون. فهم لا يسمعون المراد أنهم لا يسمعون سمع انتفاع، وليس المراد أنهم لا يسمعون البتة، وإنما المنفي هنا كما مر معنا في قول الله عز وجل في سورة تبارك وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير، وإنما المراد أنهم لم يكونوا يسمعون سمع انتفاع. بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون.